صحابي يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا هعمل هويشه ليا، لمس ايدي فقطعت الحبل كده بالنفس ده، ماشي كده. هنشوف بقى مقاس ايدي ونقيس ونعمل، ماشي. وطبعا قطعته بالمقص وطلعت كل حاجه في بالبتاع بالمنقاط، منقاط اللعبه يعني، منقاط الخرز. طلعت بكل الحاجات دي، الخرز اللي انا عامله والالوان. طبعا مش هعمل كل الخرز ده، ماشي. لو حد عايز يعمل لك او اي حاجه انا بعمل، ماشي. اهو ده رضا جاي كمان، اهو رضا جاي جنبك. رضا قلبي، رضا حبيبي، تعالى يا رضا. تعالى يا رضا، تعملي ايه؟ تعالى قربي شويه بقى عشان اصحابك يشوفوكي بقى. اهو تعملي ايه؟ ببدا بقى ادخل الخرز، خرزايا في الحبل. هي صعبه ولا ما بتدخلي ليه يا رضا كده؟ خرزايا ايه؟ خرزايا؟ خرزايا، خرزايا؟ ما بتدخلي انت، بينتني؟ عيب كده، ايه بينتني؟ بابا تقولي ما بينتني؟ صعبة والله، صعبة. عايزة واحدة تبقى انت بتعملي بقى ايه الالوان دي؟ الوان ايه يعني؟ بتاخدي واحدة واحدة وتعملي لون ولون، ولا زي بعض كلهم؟ زي بعض. زي بعض ازاي؟ يعني ممكن عادي. وريني كده، قربي شوية الكاميرا كده وريني. ايه ده بقى؟ صغيرة قوي يا بنت، توجع عينك كده. عادي. لون غير اللون؟ اه. عندي كام لون بقى؟ 3 4 5 6 7. عندي 7. 7 الوان؟ ايه الالوان دي يا رضا؟ ايه الالوان دي؟ 7. وفي الوان بقى صغيره بالحاجة، اسود والابيض والحاجات دي كلها. الاسود والابيض؟ يعني الالوان دي والرمادي والاورنج. تعالوا شوفوا الالوان هنا يا جماعه، والليموني. بصوا اقول لكم، في الالوان دي كلها، واللون ده بعشق، واللون ده. مالي اللون ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ابيض ولا ايه ده؟ لا ده سيلفر. سيلفر؟ وده ليموني كده شويه، يعني واخد على لون ليموني. حلو. واللون ده معرفش لونه ايه اصلا، استنى وريه. وريه اللون ده كده؟ ده يا اصحابي ده اللون، اللون ده ايه؟ ايه يا رضا؟ ده ليموني ده ولا ايه؟ ليموني. وده اورانج. اورانج؟ اورانج. وده مديت ده على لون ابيض، يعني حلو اللون ده، ابيض شفاف كده. حلو الابيض الشفاف ده. وده ابيض، ده ابيض. ده ابيض، وده ابيض. وده بربل. بربر؟ يا بربر. وده لونه كده معرفش ايه، ازرق. رضا عارف بقى الالوان دي كلها، تعالى يا رضا قول لنا الالوان دي كلها. يلا يا رضا. ده احمر. وده احمر. رضا بقى هيقول لك كل الالوان دي، ماشي يا رضا؟ تعالى بقى يا رضا. اخضر وبامبي كل دي الوان؟ واورنج وازرق. بص بقى يا رضا هتقول لنا الالوان دي ايه؟ يعني مثلا ده يا رضا اللون ده ايه؟ وده يا جماعه الحاجات دي. بس قولي الحاجات دي. سلسله. ده ايه؟ دي بتاعت السلسله، يعني ده او مثلا، ودي بتاع قلب، ودي نجمه، ودي بتاعت زي كده فلونكه، ودي برضو حاجات كده صغيره كده، اشكال يا جماعه اشكال. ودي قلب كده ومحطوط عليه حاجه، وده هلال، والحاجات الصغيره دي بنرسم بيها البتاع. الالوان الحلوة. قمر، قمر. ثانية كده عشان هجيب حاجة. اختاروا معايا لون. اوه اختار اللون ده. يا جماعة المفروض اصلا بنطلع من دي، يعني المفروض يعني لو عايز اشيل حاجة اشيلها بدي كده المنظر ده. ورينا كده اهو كده. طيب الكاميرا ما تصورش حاجه اصلا. وريني اهو. ده ايه بقى؟ لون. طب خلاص حلو. بامبي كده. يعني العلبه دي كلها بتعمل سلاسل وحاجات زي كده. اللعبه دي لعبه حلوه ومفيده والله. بص عامله لي، استنوا بس اقول لكم انا عملت ايه. تعالى يا رضا. عملت دي خاتم دوت. وريني، قربي شويه لاصحابك بالراحه بس كده، سيب اصحابك يتفرجوا. ده خاتم؟ جميل، عامل زي النوبي كده صح؟ حلو جميل. وعملت الورد الخاتم دوت. رضا عمل حاجه؟ انت عملت حاجه يا رضا؟ انت فنانه بقى. ايه؟ بس ثانيه يا رضا. حلو جميل. ودي بقى جايبه لي هديه، دي من هديه. لا انا دي عامله، انا ده انا عاملاه. ده حلو برضو. انت عندك ذوق الالوان يا حنين. وده بقى حد بعته لي هديه، ده انا مش عامله، حد بعته لي هديه. حلو يا حنين.
وتاني بس ما عنديش حاجه تانيه. بس هعمل بقى حظاظوط. هاتي ملقط ملقط ومقص. تعملي عمليه جراحيه؟ ايه ده؟ لا انا بقى شغل الحاجات. جميل يا حنين. لسه بقى هكمل. بصوا انت وقفتيني عند البتاع. بصوا لسه هكمل. كملي. جميل 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 جميل. هعمل حظاظه على قد ايدي. حلوه قوي يا رضا. جميله قوي. كده حلو قوي. حلو. ماشي. انا هعملها بقى على الترابيزه. انا كنت بعمل بايديا. لما كنت بعمل بايديا كانت بتتفك مني على طول. فجرب اعملها على الترابيزه ده هشوف هتتفك مني ولا لا. حلو قوي يا رضا. رضا جميله قوي. بص يا رضا الالوان بنصقها ازاي مع بعض. تعرف تعمل كده؟ تعرف؟ مالك في ايه؟ زعلان؟ رضا زعلان قوي يا جماعه عشان حنين مش عايزه تلعبه. لا مش عارفه. لا والله لا. رضا زعلان. طب وحياه ربنا. دي شريره. دي شريره. دي شريره. قولي يا شريره تعمل ايه؟ هعمل الواني بقى قلت لك. حطش حاجه بوقك. لا بوقك. لا نعم بقى تقول حرام عليك يا بنتي ده وجع العين كده غلط. لا شفت انت لسه بتقول مفيده. ماشي بس المفيده مثلا تعرف الالوان مش عارف شكلها حلو. لكن نقعد النهارده نعمل في سلاسل كده ونقعد نقطعها ونرميها. لا والله ما بقطعها. ليه؟ والله ما بتقطعها. هي اصلا بقى عندها حاجات بلبسها بخرج بيها. بس دي بنات بس. ايوه بنات بس. ليه انت عايز ولاد كمان؟ رضا بيقول لي عايز واحده. ما انا قلت له كسرها خلاص. ايه ده كسرتها يا رضا؟ قطعها. لا رضا ما كسرهاش. رضا فين؟ رضا ما يعرفش. ضاعت منك يا رضا ولا حد خدها؟ قطع ايه؟ مين؟ ممكن عمر اللي خدها؟ لا هو هتلاقيه قطعها وخد الخرز برمي. يا عمر رجع السلسله يا عمر لو سمحت. يا عمر لو سمحت رجع السلسله. حظاظه يا جماعه حظاظه. يا مين بقى عمر ولا مين؟ معرفش. يا عمر انت سامعني كويس يا عمر. اعمل لايك وشير يا عمر. واللي اسمه محمد برضه لايك وشير. اعمل يا محمد لايك وشير يا محمد لو سمحت. وانت يا اشرف. اشرف مين؟ اشرف يعني تخش تبص وتطلع بره على طول. اشرف بقى. مين؟ مش عارف اشرف؟ طيب. لا مين؟ انا اقول لك عليه بعدين. برضه شفتي هيثم برضه. هيثم مين؟ وليد برضه. بصي عمال اهو يتفرج ولا بيعمل حاجه. شفتي حنين برضه قاعده تتفرج زيي. ورضا. ماشي يا رضا. ماشي يا نوال. بص براحتك وتحكي. وعمر وعمر. بص عمر عمال يبص على الالوان حلوه وعجباه. طب ماشي يا عمر. اعمل لايك يا عمر لو سمحت. يا عمر يا عمر اعمل لايك لو سمحت. وعيسى. وعيسى يا عيسى اعمل لايك يا عيسى لو سمحت. وانت يا شكري. يا شكري لو سمحت اعمل لايك يا شكري لو سمحت. يا شكري. واروتي. واروتك يا اروى. وانت يا اروى. مين تاني؟ اروى. ومين تاني؟ مين يا رضا تاني عايز يعمل لايك وشير؟ انت كده هتكملي بقى ولا هتعملي ايه؟ ولا في الاخر هنوري اصحابنا بقى الحاجه دي؟ بالاخر اوريك البتاع اللي انا كنت هعمله. اصحابي بصوا قربت اخلصها لسه. قربي كده انزلي انزلي شويه كده شويه وري اصحابك بقى وريني كده. ده سلسله حلو شكلها حلو كده. لسه اصلا لسه شكلها حلو. لسه بقى بحط الالوان. لسه هفضل احط الوان 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 في الوان. هي مش صعبة. هي صعبة في حاجة واحدة. هي صعبة في داخلها. يعني لما مدخل لون بتبقى أبرد حاجة بجد أشوفها في حياتي. جميلة. لا ولما بتفك يا لهوي على تعب وشاية. شاية وتعب أهو. شاية وتعب أهو. شاية وتعب أهو. حلوة دي؟ حلوة يا حنين. جميل. ألوان جميلة وحلوة ومبهجة كلها. استنى يا رضا. جميلة 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 جميلة. طب بص يا حنين نقفل دلوقتي الفيديو بقى ونعمل فيديو تاني لاصحابك. ما انك هتعمل ايه وهتخلصي ايه؟ ماشي. خلاص؟ أهم حاجة يعملوا ايه؟ لايك وشير. لايك وشير عشان حنين ما تزعلش يا جماعة. ماشي يا نوال. إبراهيم لو سمحت يا إبراهيم عمال اتفرج عليك وخلاص. ماشي يا إبراهيم. لايك وشير يا إبراهيم. نوال محمد. محمد احمد برضو يعمل لايك وشير لو سمحت يا احمد بعد اذنك. اعمل لايك وشير وخلص يلا. ويا ماجد اعمل لايك وشير يا ماجد عمال اتفرج عليها وخلاص. ماشي يا ماجد يلا يا بابا. ولا مين تاني عايز؟ مين تاني؟
عارفه ماجد؟ ومين تاني؟ يلا يا ماجد ابراهيم اعمل لك وشير يا بابا، يلا يا بابا ما تقعدش تتفرج علينا وخلاص كده. وانت يا محمد، محمد ما تستقبلش، اعمل لك وشير، كله يعمل لك وشير للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ايه؟ لاكبر قدر. خلاص وهنشوف هنعمل بقى مفاجاه، وحنينا فاجئنا ان هتعمل النهارده ايه. تمام كده؟ والله بص خلاص بفنش. الله 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 يا حنين الله. فنشتها يا جماعه والله خلاص. يلا عايزين حاجه يا جماعه؟ يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه. وري كده نزلي شويه كده عشان اصحابي. ثانيه هتفك وهزعل. وريني بس يلا. مع السلامه مع السلامه. سلام يا اصدقائي حلوين. يلا سلام.